طلاب المرحلة الأولى، السلام عليكم. طلاب، نزلت لكم الفايل رقم 9 PDF فايل بالجوجل كلاس روم وأيضا بالتليجرام. هذا الفايل يحتوي على بعض الاكسرسايز، تمارين هاي تخص تشابتر 2 الأورثوغرافيك بروجكشن اكسرسايز، يعني تمارين اسقاط المتعامد. قلنا هاي التمارين طلاب تقدر تستخدم هاي التمارين حتى تعوض عن الواجبات اللي انطيناها اثناء الدوام، اللي قلنا الطلاب اللي يريدون يعوضون درجاتهم او ما مقدمين واجب اثناء الدوام راح نساعدهم، نعطيهم بعض التمارين يقدرون ينفذوها، يقدرون يعوضون الدرجات مالتهم حتى نحسن درجاتكم. طبعا طلاب اعطيتكم قبل ايضا التمارين اللي هي الاكسرسايز الملزمه اللي عندكم بالشابتر الاول، بس هذه طبعا التمارين مكرره بالجوجل كلاس روم بالنسبه للطلاب اللي يعني دا يستخدمون رسم يدوي بدل الاوتوكاد، فاحنا ما نريد نكررها كواجبين تصير. فيعني بهاي الحاله تقدر انت تستخدم هاي التمارين بالاورثوغرافيك بروجكشن، تستخدمها كبديل، تختار من عندها. قلنا احنا راح نخلي الطلاب يعني تكون عندهم جانب الحريه باختيار الاكزامبل حتى يكون عندهم ايضا مرونه بهذا الموضوع. فتقدر تستخدم هاي التمارين، هاي 5 تمارين عندك هنا، تعوض عنها الواجبات اللي موجوده عندك خلينا نقول بالواجبات اللي اثناء الدوام اللي انت تريد تعيدها، تريد تعيد تنفيذها. فراح اشرح لكم طلاب التنفيذ بالنسبه لهذه الواجبات، خاف اكو طالب ما يعرف شلون راح يصير هذا التنفيذ. بالنسبه للاكسرسايز 2-1 تشوفون هذا الاكزامبل 3 دايمنشن بروجكشن، هذا ما مطلوب انه ترسم ال 3 دايمنشن. هذا ال 3 دايمنشن مطلوب من عندك انه تسقط المساقط مالته. المساقط طبعا هو ناطيك اياها، ناطيك المسقط الامامي الفرونت فيو مثل ما تشوفون، هاي الفرونت فيو، ونعطيك وياها الابعاد ايضا مطلوبه بهذا السؤال. فمن خلال هذا المسقط الامامي، وايضا نعطيك المسقط الجانبي اللي هو هذا اذا تشوفون ليفت هاند سايد فيو، يعني المسقط الجانبي من الجهه اليسرى من جهه اليسار. فهذا ايضا معطاه بالسؤال، هذا مجرد انت راح تنفذه على الورق، راح ترسم هاي المسقطين. زين طلاب؟ راح ترسم هاي المساقط الاثنين. بعدين انتم تعرفون احنا عندنا 3 مساقط، بقى عندنا المسقط العلوي. المسقط العلوي راح تنظر للجسم من الاعلى، يعني السهم مال النظر مالتك اتجاه النظر من اعلى جزء. وتبدي تسقط الجزء العلوي راح يصير، قلنا المسقط العلوي يصير تحت المسقط الامامي، لان قايل لك هنا بالفيرست انجل بروجكشن ميثود، يعني استخدم طريقه الاسقاط بالزاويه الزوجيه الاولى. الفيرست انجل بروجكشن ميثود. فهاي طلاب المسقط العلوي راح يصير بالاسفل. هنا ايش عندك طلاب؟ انت راح ترسم المحاور الرئيسيه، المحور العمودي اللي يفصل بين الفرونت وبين السايد. هذا المحور العمودي راح يكون بهالشكل هذا. المحور الافقي راح يصير بالاسفل، محور افقي. وقلنا راح تخلي مسافه بين المساقط وبين المحاور، مسافه تقريبا 5 مليم الى 10 مليم. طبعا من يتكون عندك هذا الكروس راح يبدي المسقط، تبدي ترسم المسقط العلوي اسفل الفرونت فيو. المنظر العلوي راح يكون اسفل الفرونت فيو. طبعا راح تستفاد هنا، قلنا لكم في فيديو سابق انه تستخدم الزاويه 45، يعني راح تسوي خط تشوفون اتجاه السهم، خط بهالاتجاه هذا بزاويه 45، ومن هذا الخط ال 45 راح تسقط النقاط الرئيسيه بالفرونت فيو، سقطها للاسفل، يعني خطوط البروجكشن لاين، خطوط الاسقاط راح تسقطها للاسفل. زين، بخطوط خفيفه، لا راح ترسم خطوط خفيفه، مجرد هي خطوط اسقاط. وايضا المنظر الاخر، المنظر السايد فيو، ايضا راح تسقط خطوط الاسقاط على الزاويه، على الخط اللي بزاويه 45 تسقط خطوط الاسقاط. ومن هاي خطوط الاسقاط ايضا راح تتقاطع عندك خطوط الاسقاط بالمنظر الامامي مع خطوط الاسقاط بالمنظر الجانبي. هاي الخطوط راح تساعدك حتى تستنتج المسقط الثالث. فارجو ان تراجعون الفيديو اللي اعطيتكم اياه على هاي الطريقه، اعطيتكم فيديو شلون بشكل بسيط شلون تطلع المسقط الثالث وتستفاد من خطوط الاسقاط.
فطلاب هذا اكزامبل ايضا هذا واحد من الامثله تقدر تختاره. اكزامبل ثاني عندك تمرين ثاني هذا ايضا نفس الحاله طلاب، نعطيك مسقطين، مسقط امامي فرونت فيو وليفت سايد فيو، مسقط جانبي، وتقدر بالاسفل هنا السقوط المسقط العلوي. طبعا بعد ما سوق ان الخطين خط افقي والخط العمودي، ذني الخطوط المتقاطعه، وبعدين تسوي زاويه اسقاط، زاويه اسقاط اللي هي 45 وسقط الشكل اللي عندك. نعطيكم ايضا اكزامبل اخر طلاب، هذا الاكزامبل نفس الحاله، منظر منظر امامي فرونت فيو ومنظر جانبي سايد فيو، وراح تستخرج طبعا ذني مسقطين طلاب ترسمهن، يعني ترسم هو موجود عندك المسقط، الفرونت فيو موجود والسايد فيو موجود، بس انت تكمل المسقط الثالث، يعني هنا راح يصير عندك اهم شيء المسقط الثالث طلعه بشكل صحيح. ليش؟ لانه المسقط الثالث هو يعتبر يعني جوهر السؤال، جوهر السؤال، لان انت هاي المساقط هي شنو؟ عباره عن مساقط موجوده عندك، انت ما راح تحتاج تفكير برسمهن، مجرد راح تنقلهن، تنقل هذا الرسم باللوحه عندك وتنقل هذا الرسم السايد فيو باللوحه عندك، يبقى عندك المسقط الثالث. المسقط الثالث هنا كلش مهم انه تستخرج المسقط الثالث بشكل صحيح. قلنا راح تعتمد على خطوط الاسقاط وتعتمد على النظر للشكل من المنظر العلوي من الجهه العليا، تنظر للشكل، بعد ما تنظر للشكل تستفاد من خطوط الاسقاط حتى تستخرج المسقط الثالث. ايضا هذا اكزامبل رابع طلاب، نفس الحاله بالفيرست انجل بروجكشن ميثود، اذا اسقاط بالزاويه الزوجيه الاولى، عندك مسقطين معطات، المسقط الاول الامامي والمسقط الثاني الجانبي، وتستخرج المسقط الثالث. هاي اكزامبل بسيطه طلاب، انطيناكم اياها حتى تقدرون تعوضون الواجبات اليوميه اثناء الدوام اللي كنتوا متاخرين بيها. هذا ايضا اكزامبل، الاكزامبل الخامس. هاي تقريبا طلاب يعني تقريبا خمس اكزامبل، خمس اسئله راح تقدر تتمرن عليها. يعني احنا حقيقه هذا هدفنا من هذا الموضوع، انه اول شيء انت راح تعوض عن الدرجات اللي ما مسلمها، الواجبات اللي ما مسلمها اثناء الدوام، وكمرحله اخرى ايضا راح تعدل درجتك بالواجب مالتك بالواجبات، وبنفس الوقت راح تتمرن على الموضوع الثالث اللي هو الاورثوغرافيك بروجكشن، التسقيط المتعامد او الاسقاط المتعامد. هاي طلاب عندنا خمس اسئله. بقى طلاب حبيت اشرح لكم، انا حكيت خاف احد ما عرف يعني موضوع بالنسبه للواجبات اللي مقدميها اثناء الدوام او راح تعوضون عنها الان بالوضعيه الحاليه، راح نحسبها الواجبات، هي عندكم سبع واجبات. هذه سبع واجبات بعد ما تكملون تعويض، اللي يريد يعوض واللي ما مكمل يكمل، فراح تصير سبعه الكليه. ايش قد نسلم الطالب من عندها السبعه؟ تنجمع درجته وتتقسم على سبعه تطلع الدرجه النهائيه. الدرجه النهائيه هذه بالنسبه للدوام حسب التعليمات الاخيره، يعني يعتبرون انه اثناء الدوام 50% من الدرجه، وعلى جوجل كلاس روم 50% من الدرجه، فنحن راح نعتمد هذا يعني التقسيم المبدئي. يعني هذه الاراء الاخيره بعد ما نعرف اذا صار تغير. فراح يصير عندك 50 درجه على الواجبات اثناء الدوام، وعندك 50 درجه على الجوجل كلاس روم. ال 50 درجه على الجوجل كلاس روم ايضا تتقسم الى حضورك بالصف، نشاطك بالصف، والواجبات اللي تقدمها بالصف بالجوجل كلاس روم يعني الاونلاين. فكل هذه راح تنجمع تطلع من 50. الدرجه النهائيه تنجمع تصير من 100، بعدين يطلع من عندها السعي حسب ما بعد التعليمات يشوف ايش قد السعي النهائي اللي راح تدخلون به، يعني 60 او 50 ما اعرف بالضبط ايش قد. فيصير السعي النهائي عندك، وبعدين الامتحان النهائي اذا صار عندك سعي 60 امتحان نهائي يصير عليه 40 زين، تنجمع تصير الدرجه الكليه 100%. يعني هذا الفيديو طلاب شوفوه، حتى خاف طالب ما مفتهم الاسئله وما يعرف شلون يعوض
عن الـ عن الواجبات أثناء الدوام. شكرا جزيلا لاستماعكم، وإن شاء الله نلتقيكم على خير.